لأنه إذا تحدثنا عن الحالة الاستخباراتية التي تعيشها داعش والإرهاب، ربما هي أقوى من الحالة الاستخباراتية والتنسيقية ما بين الدول. السؤال الآن، لماذا أعلن وتم الإعلان عن هذا الاجتماع وهناك أهمية قصوى لهذا الاجتماع كتنسيق حال التنسيق؟ يعني في الحقيقة يعني الإعلان يعني بيجي بوقت مهم وبمرحلة مهمة. يعني اليوم كما ذكرنا يعني داعش عسكريا وكيان دولة مزعومة انتهى، وبالعكس هو ولكنه متوفر كما قال الأخ لا لا بالتأكيد هو في كل يعني الدول، تحول يعني من حالة هجوم إلى حالة دفاع ثم حالة انتشار معروف. يعني كما قلنا قاعدة، عندما يضعف في منطقة يذهب إلى مدينة أخرى، عندما يضعف في الدولة يذهب إلى دولة أخرى، لا يؤمن باستراتيجية الحدود وليس له دبابات وطائرات لكي تم ضربها مرة واحدة ولا للأبد ولا انتهى. هذه فكرة تنتشر إلى مكان لمكان. فلذلك يعني نعود مرة أخرى إلى اجتماعات عمان ولماذا إفريقيا وغير إفريقيا. اليوم هناك يعني عدة أخطار لمجريات الوضع في سوريا والعراق ومحاولة إنهاء التنظيم في مراحله النهائية. أولا هناك المقاتلين الأجانب في أعداد كبيرة جدا ستعود إلى دولها، وهذه نقطة مهمة جدا، وهذا أصبحوا يعني معظمهم قادة ومن الصف الأول والثاني في تنظيمات، يعني فرت من المواقع القيادية عندما انهار التنظيم وانهارت الاتصالات وانهارت القيادة، فذهبوا إلى مناطق رخوة أخرى في ليبيا واليمن والصومال وغرب أفريقيا وأفغانستان وشرق آسيا، وبدأوا بإعادة تنظيم أنفسهم بإعادة تنظيم أنفسهم. ثم لا يجب أن لا يعني نغفل نقطة مهمة جدا، وهذه تنتبه لها الاستخبارات المحترفة ومنها في الحقيقة المخابرات والاستخبارات الأردنية التي لديها يعني ذكاء واحترافية كبيرة جدا، أنه يعني خلال سنوات محاربة داعش الأخيرة الأربع سنوات تم يعني غض الطرف بشكل كبير جدا عن تنظيم القاعدة، وبجوز الدكتور أخبر مني في هذه المسألة. يعني لم نعد نسمع عن نشاطات القاعدة وكأنها يعني استرخت أو نامت وطورت نفسها، والآن يوجد خطر كبير جدا. والقاعدة لربما كانت يعني راضية بأن ينهك تنظيم داعش إلى حين تعيد ترتيب صفوفها بعد الضربات ربما سنتحدث عن هذا الموضوع، كون أنه هناك من يعتقد أنه داعش هي دولة والقاعدة هو تنظيم، فبالتالي التنظيم يتبع الدولة، وبالتالي هذا التفكير الآن يعني هذا أحد أوجه الخلاف فيما بينهم. يعني الجميع يجمع أنه يعني أنه لا يمكن اندماج القاعدة وداعش في تنظيم واحد، لأن الفكر مختلف والأيديولوجيا مختلفة. مثلا يعني أنصار الإسلام أو جند الإسلام، هل ربما نشهد انضمامهم أو يعني تعاونهم؟ أنا بعتقد يمكن نشهد انضمام يعني مستويات أقل من المستويات القيادية. كانت لا 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 تجري صفقة يصبح مثلا القاعدة وداعش أضعف الإيمان صفقة